كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بصدد تنظيم المعرض في دورته الثانية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار الابتكار في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه المحطة تعتبر فرصة لتلاقي كل المقاولات الاجتماعية والتعاونيات والجمعيات الفاعلة وكذلك المؤسسات الفاعلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإبراز كل كفاءاتهم في هذا المجال. هي فرصة أيضا لتبادل يعني التجارب وكذلك الخبرات، وأيضا هي فرصة لعقد الشراكات فيما بينهم. أيضا هذه المحطة هي أيضا فرصة للتعريف أكثر بكل مؤهلات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.